تفتكر ان احنا اريح هناخد السوليد دي كات ونحطها هنا في البتاع اللي فيها الكاميرا دي بيست. طبعا الكاميرا انا هضيفها تاني تمام ماشي، بس هي دي السوليد بتاعي. وزي ما احنا شايفين انا هدف فعلا ان يبقى الاثنين دول بره كده، لان لو دول مش بره هنلاقي كات هنا وكات هنا ونضطر بقى نسكيله كلام من ده يعني تمام. فانا كده ضفت كل الدي ان ايه عندي هنا اهو، بحركته بحاله بمحتاله بدنيته والدنيا كده تمام. نيجي بعد كده اللير اللي بعده او الاليمنت اللي بعده. تعالوا الاول نعمل حركة الكاميرا على الاليمنت ده، وبعد كده نتكلم على الاليمنت اللي بعده. ده هسميه سي موف، اختصار لكاميرا موف، كنترول شيفت الت سي عشان نحط الكاميرا، وهخلي الكاميرا 24 عشان يبقى فيه دبس. بس خلي السي موف ده فوق ونربط الكاميرا بالسي. قبل ما نربطها بالسي موف، وهروح لدي ان ايه، افتكر مش هعمل اي حاجة خالص في البول اكشن، لكن في ده انا عايز اروح لار اجيب الروتيشن والف على زد الناحية دي كده مثلا تمام، واكي فريم، وعايز اروح لاخر فريم عندي في السين، افتكر هلف على اكس شوي وهلف على واي. بس قبل اكس وقبل واي وقبل القصص دي كلها عايز اعمل ده زيرو، واكي فريم برضو الواي، و الف على واي وزد روتيشن. زد روتيشن خليها كده ونخلي السين دي هنا كده. انا عايز بس اظبط دي، ايوه مش عايز بقى الايه الطرف بتاعها يجي من فوق الشكل. انا عايز دي اكي فريم الواي روتيشن، و نخلينا من الاول هنا كده. اذا لو جينا عملنا زيرو هنلاقيه بيلف معانا. نشوف بس الحركة، حلو قوي الشكل ده. ببساطة احنا ممكن كمان نروح هنا ونصغر شوية الكور دي، والروفن ايجز ننزله سنة، كومبلكسيتي ممكن نزودها شوية، شاربن ايجز نعليها شوية عشان انا مش عايزه ناعم. السكيل افتكر هقللها سنة عشان يبقى عندي تجاعيد اكتر. فانا على فكرة هو بس كل اللي انا عمال اعمله ده عمال بعمل ريفاينمنت للوك بتاعها مش اكتر كده. ايه تاني طبعا لو ده زاد هيبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. انا هخليه واحد زي ما هو كانت الدنيا فيه كويسة جدا، افتكر هو كده كويس اوي. ممكن الايفولوشن بتاعت
الروفن ايدجز دي نلعب فيها لو انت حابب، لو انت اديها تايم. تمام، ستريتش ويز كده، احنا كده تمام. نيجي هنا للدي ان ايه ده، وهنعمل كنترول دي، هنعمل دوبلكيت في ده. انا مش عايز الجوشن بلر، هعمل لكم، ومش عايز الكلر امبوس، ويمكن هقلل او هزود شويه الجريد سبيسنج، وهقلل حبه كتير الاخت دي بالظبط. انا عايز اعمل حاجه زي العدوى، تمام، حاجه بالمنظر كده، اكبر السايز. فايند ايدجز، لا عاوزها بلاستيك، ماشي. كل ده تمام، روفن جميل، بس روفن ايدجز بقى هرفع البوردر بتاعه بالشكل ده بحيث يبان حاجه شبه كان في انفكشن، كان في عدوى. جريد سبيسنج هقلله عشان يمسكوا في بعض اكتر بالشكل ده. الفكره بقى ان ده كده، لو احنا جينا شيلنا ده هلاقي ده فوق ده، انا عايز ده يبدا يظهر. طبعا انا عندي هنا السكاتر، هو ده اللي هيخلي ده يحصل له العمليه اللي احنا بنشوفها دي. فانا هخلي السكاتر ده بزيرو، تمام، والروفن ايدجز انا هقلله كده بالمنظر ده، وليكن خليه بواحد، قليل قوي قوي قوي. وبعد كده انا كل اللي انا هعمله ان انا هضغط تي عشان اجيب الاوباستي، وخلي الاوباستي دي بزيرو، وهمشي قدام ولتكن عند 50 فريم، والاوباستي تبقى ب100. بس اللي هيحصل ان الكي فريم هياخد ده، هياخد كي فريم، وبعد مثلا بتاع 10 فريمات خلاص ده هيعلى قوي، تمام، بحيث ان اللي يحصل تظهر الانفكشن واحده واحده، ويبدا اجزاء من الدي ان ايه زي ما احنا شايفين يحصل لها، زي وات ايفر بقى دي هتسميها ايه مش عارف، خلاص ماشي. بس انا عايز يجي من هنا كده واحط كي فريم للسكاتر، ويطلع عند مثلا هنا كده، والسكاتر ده يبعد بالشكل. فتبقى الفكره بسيطه هنا كده، تحس ان في انفكشن، في حاجه حصلت جوه البتاع وطلع. جميل جدا. السيمبل تشوكر مش عارف ممكن ظروفه تبقى ايه في حاجه زي كده، بس افتكر ان هو هيخلي الموضوع مور ليكويدي، وده احسن، كانهم الخلايا بتفك من بعضها، تمام. وافتكر ده هيبقى اوقع واحسن على فكره بالمنظر ده. حلوه كده، جميل جدا كده. احنا خلصنا من الاليمنت الاساسي بتاعنا اللي هو الدي ان ايه بالانفكشن بتاعه، ولو اني بصراحه شايف ان السكاترنج ده سريع. افتكر كده هيبقى ابطا. جميل، بس في حاجه انا عايز اعرفها، هو ليه سريع جدا كده؟ تمام، هي الانستابيليتي ستيت
تفتكر هي اللي بتتحكم في سرعته فعلا؟ تمام تمام حلو قوي كده، خلصنا من الانفكشن وخلصنا من الدي ان ايه اليمنت. نتكلم في المحاضره الجايه على الباك جراوند اليمنتس.